هركابي كتب كتاب اسمه The Arab Mind، العقل العربي. خلاصة الكتاب يا جماعة انه احنا دخلنا حروب عديدة مع العرب، ما انتهت مشكلتنا مع العرب. يقول انا وجهة نظري انه العربي من السهولة كسبه في المفاوضات وإرهاقه بالمفاوضات والانتصار عليه بالمفاوضات، لكن من الصعب هزيمته بالطريقة العسكرية. ولذلك هركابي كان الأب الروحي لحزب العدل أيام رابين، ومنها منذ 73 عندما نشر هركابي هذه الأطروحة انه خلاص ما نبي حرب مع العرب، نبي مفاوضة مع العرب. يقول هركابي العربي انسان ملول، يمل بسرعة. اوه خلص لحمي بلا فلسطين بلا هذا، طولناها، حول يا اخي حول التلفزيون خلينا نشوف قناية. ولا ملول، ما عنده مثابرات ولا عنده دأب، وإذا جلس يتفاوض مع الصهاينة يقعد علشان الصور، يأخذون صوره وهو يتفاوض، بعد ساعة ساعتين يبي يقط هدومه يسبح حمام السباحة كما حصل مع كبير المفاوضين الفلسطينيين، وما أدراك ما كبير المفاوضين الفلسطينيين، عالم آخر هذولا. هذا يقول عنهم بيريز نفسه، بيريز الآن رئيس إسرائيل، نمبر وان في إسرائيل. بيريز عنده كتاب يقول عن المفاوضة مع الفريق الفلسطيني اللي فرخها عرفات، قريع وعراقات وعبد ربه وهالأشكال هذه اللي قاعدين يتكلمون مع الإسرائيليين الصهاينة. يقول بيريز جلس فترة يتفاوض معهم، قال I was talking to myself، يعني مو فريق يتفاوض معاي، هذول يهود. يقول هذول يهود بس لابسين كوفية فلسطينية، هذول يهود بس لابسين الكوفية. يقول I was talking to myself، فإذا لا غبار ولا خوف، خل نستمر بالعملية هذه بالبروسيس، ها يسموها peace process. هم مهتمين بالبروسيس مش بالضرورة البيس، صح ولا لا؟ العملية لازم تستمر. ترى هاي العملية مستمرة من محادثات رودس سنة 49 حتى الآن مستمرة. الأمريكان والإنجليز دهات يقولون البروسيس لازم تستمر، مش ضرورة توصل إلى سنة. لا، بيريز يقول I was talking to myself. فعلا هذا الفريق الذي يرأس الآن الكيان الفلسطيني في رام الله وعلى رأسه محمود عباس، هؤلاء يحققون لليهود كل ما يصبون إليه. لا، والغريب في هذا عباس، ترى عباس يعني كثير العبوس، صح ولا لا؟ يعني كلام قطب، صح ولا لا؟ أنا لاحظ عليه لما يلتقي مع اليهود يصير بسام، صح ولا لا؟ كثير يبتسم وحط إيده على لبني من وراء، يعني منتهى اللطف ومنتهى الجسارة، فهمت كيف؟ ويتبسم لأولمرت على خيبة أولمرت، إسرائيليا يقولون خايف، صح ولا لا؟ وهذا محمود عباس، أو عفوا بسام، محمود بسام، فهمت كيف؟ يتصرف مع اليهود بشكل، ولما يلتقي بالعرب يعني شوفه يتخانق وياهم، فهمت كيف؟ يعود إلى عبوسه، فهمت كيف؟ هذه الحالة، هذه الخيانة، هذه الدونية في التعامل مع العرب لها أساسها الموضوعي يا جماعة.
لا أساس الموضوعي. الفريق هذا كله اللي حوالين عباس كله خونة، وكله عندهم تجارة ومصالح مع اليهود. الجدار هذا، الجدار الفاصل هذا اللي بين اللي يسمونه جدار شارون، هذا من شنو؟ هذا سميث. في الغربية هذا يبيع على اليهود السميث، ويقعد في المؤتمرات الصحفية يقول جدار شارون قطع أوصال كذاب، هذا كذاب، وقاعد يسدب على الشعب الفلسطيني، وقاعد يتمصلح من وراء بيع السميت على اليهود. في واحد اسمه الطريفي، الطريفي انا تتبعتهم واحد وقمت اقرا عنهم في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاخبارات البريطانيه، الجارديان جريده يوميه بريطانيه سوت بيرسونال فايل، يعني فايلات شخصية عن كل واحد من الفلسطينيين قاعد يتفاوض مع اليهود. كل واحد سوت عنه فايل، تمسك قريع وتسوي عنه فايل، عراقات تسوي عنه فايل، عبد ربه تسوي عنه فايل، كذا تسوي عنه. حتى قالوا انه عبد ربه كذا هاوي يدق جيتار في أوقات فراغة. هذا وين؟ والمفاوضة مع الصهاينة وين؟ وفلسطين وين؟ وهذاك بإسميت. والطريفي يتعاقد مع دولة إسرائيل، مع الكيان الصهيوني لبناء المستوطنات، مقاوم، وهو وزير فلسطيني في نفس الوقت. تخيل، يقول لهم أنا أجيب لكم عمال فلسطينيين بأسعار أرخص، واجيب لكم سميت من ابو علاء، واجيب لكم كذا، واجيب لكم كذا. فيقولون والله هذا يريحنا، هذا يا اخي ابن هالمستوطنات. تصدق ولا ما تصدق ان اللي قاعدين يبنون المستوطنات اليهوديه الصهيونيه كلها من وراء هالقوبه هذه اللي حوالين محمود عباس. فيا جماعه العيب منه فينا، قل هو من عند أنفسكم، إحنا نستحق لذيما إذا كان هذولا يقودون شعب حي مثل الشعب الفلسطيني، إذا كان هذولا يقودون قل على الأمة العربية السلام.